يحتضن المركز الطبي الاجتماعي لأمن ولاية الشلف عملية تبرع بالدم في صفوف مستخدميها لفائدة مرضى القصور الكلوي بالتنسيق مع المؤسسة الاستشفائية مرواني عابد بالشطية، والتي نهدف من خلالها إلى جمع أكبر عدد من أكياس الدم، هذه المادة الضرورية والهامة لمختلف المرضى. بالإضافة أن هذه العملية تؤكد وتجسد فعليا وميدانيا البعد الاجتماعي و التضامني للمؤسسة الشرطية مع مختلف الفئات المجتمع.